بيتي وجالس فيه من يوم خلقني الله، من يوم خلق الله عيالي انا. نعم تزوجت وجلست له لذا الحين 33 عام. 33 عام يا شيخ عادل، وانا بطرح على قطع راسي اننا اقول غير هذا الكلام، ما هو شيء صح. طيب وش يعطوك الدار قبل ما ينزلوا عليك اول امس؟ اعطاك الدار الدار ولا استدعوك شرطه ولا قضاء ولا اسالهم اسالهم قولوا شيء جابوا لي الدار اسالهم. اذا هم جابوا لي الدار دريت اني انا مش ما امكنني اكذب عليهم. لا صليت على النبي يا شيخ عادل. اللهم صل وسلم عليك يا محمد. اول حاجه وقت المدير الامن انا ما اعرف شيء، انا قالوا لي انه مسافر واستغلوا الوقت في ذا الوقت. ها طاهر الشعيبي انه مسافر، ولا انا اعرفه والله اني اعرفه اقسم بالله اني وصلت عنده اني ما حصل الا حق اقل شيء. نعم اقل شيء من 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 وقف الحرب ذي هاجموا اسرتي ذا الحين مشردين، مرتي محبوسة، وانا شيخ ابن شيخ. الله المستعان الله المستعان. وصلك ان شاء الله انك وصلك يا وعيالي مش مهم، رجال قاتلوا وتمنى على الله اني قتلت